السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله راكم بخير وصحه جيده يا ربي ان شاء الله، وتكونوا كاع بخير عليكم وكاع بصحتكم وباقيين في الدار ان شاء الله. اليوم بغيت ندير كريم كراميل، ما بقى لي لا ديسير لا ياغورت لا حتى حاجه، كلشي كمل لي. قلت نتقاسم معكم الوصفه تاعي تاع الكريم كراميل. ان شاء الله راه عندنا 1 لتر تاع الحليب كامل الدسم، نعاود لكم 1 لتر تاع الحليب كامل الدسم. الا ما كاش عندكم كامل الدسم هذه الوصفه ما غاديش تخرج لكم، لازم من الاول ان شاء الله تكونوا يعني متاكدين في لابوا تاع الحليب كاتمين كامل الدسم 1 لتر مع 5 حبات بيض موين، الا كانوا صغار توجور نعاود نزيدوا حبه نردوهم 6، كيس واحد تاع السكر فاني و100 غرام تاع السكر، يعني ما تكثروش السكر، 100 غرام غادي تجيكم حلوه بما فيه الكفايه. لكن في البدايه غادي نبداو بالكراميل. الكراميل فيه 150 غرام تاع السكر مع قطرات من الماء باش نديرو هذيك لوميديتي تاعها، باش كي يطيب لنا ما يطيبناش تمتم يبدا يمد لنا هذاك اللون البني الغامق، يبدا باللون البني الفاتح ويطلع. وناكد لكم لازم تبقى وحده النار وتخلطوا لا كاسرول غير هكا تخلطوها، ما تدخلوا فيها لا مغرف لا والو حتى اللي يبدا يذوب السكر. شوفوا شحال غادي نحط الماء، بسم الله زيدوا شويه فوالا، غادي نحطها فوق النار وما تغفلوش عليها، تخلوا الوصفه هذه ما تبداوهاش، خلوها على جنب حتى تكملوا الكراميل تاعكم حتى كيطيب. لازم يدي اللون البني الفاتح. انا شعام من مره ندير الكريم كراميل تاعي وخطره راحت لي، وخرت من الغاز غير شويه عاش الكراميل تاعي لا كولور تاعه بني غامق يميل للكحل وجاني مر، عاودت كاع الكراميل من جديد. لذلك نوصيكم اخواتي والاخطاء اللي انا اللي نطيح فيهم ما نبغيكمش تطيحوا فيهم، حطها فوق النار ان شاء الله يطيب. انا حطيت هذيك الكميه تاع السكر مع القطره تاع الماء فوق النار قليله بالبزاف، وما راجيش نحرك فيها بالمغرف، ساعه ساعه نحركها غير بالهكا بين نرفدها نحركها، راهي بدات تطبخ. لذلك ساعه ساعه ندور في الكاسرول تاعي، راكم تشوفوا اللون بدا يتبدل راهي يميل للاصفر. غادي نستنى عليه نقعد غير نخلط وعلى النار قليله بالبزاف حتى يدي لي اللون اللي باغياته. راه تبخر لي كاع هذاك الماء والسكر يعاود يولي شغل كود تاعي، ما تخافوش منه، راه بدا يذوب لي ويعطيني اللون اللي راني باغياته. لازم اللون يبقى بني فاتح، غير انا غير كمل هذا السكر كاع يذوب لي كاع راني نوخرهم فوق النار ان شاء الله، وتكونوا موجدين المول تاعكم قريب ليكم هكا باش من النار للمول. راه طاب لي الكراميل تاعي، شوفوا اللون تاعه راه وصل لي اللون اللي كنت باغيته بني. وجيبوا المول تاعكم لازم في الاول يكون طالع، انا المول تاعي هذا طالع سبيسيال تاع لي بيسكوي ولا لي كريم كراميل. راكم تشوفون في الاول تقروا حذركم، الا كان عندكم مول واحد عائلي يكون طالع ولا لي مول انديفيديوال. راكم تشوفوا اللون تاعه فوالا، هذيك الكميه تاع السكر غادي تكفيني ما شاء الله. نحرك المول تاعي ومن هذا نكمل لاكاسرول تاعي، ما لازم نخربح لا بصبعي لا بحتى حاجه، راهي رانا نحرقو. نمشي مليح الكراميل تاعي، مشيها مليح مليح، هي عندها دقيقه ولا زوج وتيبس مادامها سخونه، مادام نقدر نمشيها فوالا. عاد باش نكملوا الوصفه تاعنا غادي نخليه يبرد على جهه واحد الخمس دقائق بلا ما كملت الوصفه تاعي، ما تدخلوه لا الثلاجه لا المجمد لا حتى حاجه. ناكد لكم ونعاود لكم على الكراميل، انا خطره يعني سهيت عليه عشيت مخسره الكراميل وعاودتها، يعني التبديل ماشي مليح شفتو في هذه الفتره فوالا. غادي نخليه على جهه لا كاسرول تاعي نوخرها منا، نجيب كاسرونه واحده اخرى نحط الحليب تاعي هذا كامل الدسم، نحطه فوق النار يحمى يسخن، ماشي يغلي ولا حتى يفيض لي الحليب تاعي، لازم لي الحليب تاعي يكون سخون فقط. ناكد لكم على هذه المرحله كذلك، انا دروك غادي نحطه على نار قليله مهيله بالبزاف فوالا سمحوا لي، وغادي نحل
البيض تاعي، نجيب ويمول كبير، نحط السكر تاعي ولا السكر على حسب الذوق. ديجا راه عندنا الكراميل بما فيه الكفايه، السكر ما تكثروش. فوالا نحط هذيك السكر فاني تاعي، نحل البيض، نحل البيض تاعي نحطه في السكر. بصح ماشي تحلوا البيض وتحطوه في السكر وتخلوه تروحوا كش ما تروحوا تدفيريفوا الحليب، راه ينحرق لكم البيض في السكر. هذه حاجه كيميائيه، البيض في السكر كي يقعد هكاك بدون تخليط راه يتحرق. انا دروك غادي نحل البيض تاعي ان شاء الله، ونروح نشعل الفرن تاعي قبل ما نحل البيض. رحت شعلت على الفرن تاعي، حليت البيض، حلوه على جهه وتعاودوا تحطوه في السكر، خير ما بعد حتى كي تكملوا الخليط وتزيدوا الحليب تعاودوا تحط صفوه. هذه مرحله يعني ملاحظات بسيطه ليفيتو لكم الخدمه بزاف. غادي ديروا دروك عمليه تبييض هذا الخليط، السكر مع البيض والسكر فاني، مكونات بسيطه، وجيب لكم ان شاء الله ديسير شباب وعائلي وكميه كبيره. تتبعوا الخطوات باش تيفيتو كاع لي زاكسيدون. اللي عندها الباتور تخدم بالباتور، انا غادي نبيضها راكم تشوفوا راه صفر، لازم حتى يبيض والسكر يذوب لي مليح مليح عاد باش نكمل الوصفه تاعي. والحليب تاعي راه فوق النار على نار ضعيفه بالبزاف بلا ما نكمل الخليط تاعي. خلطت مليح الخليط تاع البيض مع السكر، راكم تشوفوا خلطتها مليح مليح، داب لي السكر مليح، خدمتها واحد 8 دقائق هكا مادام كان الحليب تاعي يسخن. راكم تشوفوا ها هو راه سخون شويه ماشي بزاف، ما خليتش حتى يفيض لي. نبدا نخلط ونضيف الحليب، نخلط ونضيف الحليب تدريجيا هكا باش ما يطيبلناش البيض، غير بالعقل. الفرن تاعي راني قبل ما نحل كاع البيض راني درته يسخن على نار متوسطه. لاخواتي الا كانت عندهم الفرن افونتيلاسيون ديروه 180 درجه وتسبقوا التسخين تاعه، واللي عندها الغاز نورمال كيما انا تسخنه على نار متوسطه. فوالا غير بالعقل بالعقل نخدمه. خلطتها مليح مليح، نجيب هاد لومول تاعي. بصح قبل ما نفرغ الحليب والخليط تاع البيض هنايا، هاد لومول تاعي نكون وجدت له مول واحد اخر كبير عليه، راكم تشوفوا اللي يدخل فيه ويكون عالي يكون قريب للعلو تاع لومول تاعي. راكم تشوفوا يعني وصلت 3/4 تاع لومول تاعي. علاش؟ باش نحطوا فيه المحامي، نحطه هو الاول بسم الله. المحامي كون تشوفوا راه سخون لازم يوصل لي 3/4 تاع المول تاعي هذا اللي غادي ندخل فيه الحليب. علاش يكون هذا في الاول اللي قلت لكم يكون طالع على جال الماء؟ راكم تشوفوا وين وصل لي الماء، وصل لي 3/4 تاع المول تاعي بسم الله. عاد باش نفرغ الخليط تاعي، وانا يا الخطره واحد المره درت هاد لاكريم تاعي كراميل في ديمول فرديين وما طلعتش الحليب حتى الفوق. راكم تشوفوا النيفو تاع الحليب تاعي راه وصل لي حتى الفوق، بصح في الطياب غادي يعاود يهبط. انا يا نهار واحد المره ما طلعتش الحليب حتى النيفو هذا في ديمول فرديين ماشي في هذا، كي طابو ولا لي كاع بلا، كي الكراميل كي الحليب ولاو لي على نفس النيفو كلشي خسر لي، يعني الضياعه ماشي مليحه. وانا الاخوات نبغي نمد لكم الوصفه كيما نعرفها، والاخطاء اللي طحت فيهم راني نحكي لكم عليهم باش نتوما تتفاداوهم. بون فوالا انا غادي ندخله يطيب ان شاء الله على نار متوسطه 30 دقيقه، لازم يقعد 30 دقيقه في الفوخ. ومن بعد شديرو جيبو كيغدون، كي تحسوا باللي راه بدل الكولور من الاول من الفوق راه ولا لكم كشغل برتقالي، دخلوا ان كوردون. كي تشوفوا باللي دخل فيه حاجه يابسه وما غاديش يخرج كومبليتمون نقي كيما لي بيسكوي، غادي يخرج فيه شويه الاثر تاع الفلون هذا الكراميل. كي يخرج لكم يابس تحسوا باللي الحيه راه الداخل راه يابسه يعني طاب. راهي طابت لي لاكريم كراميل تاعي، شوفوا
دات لي في الوقت 35 دقيقة، وكي دخلت لها هذا الكيردون شوفوا كيخرج لي نقي، طفيت عليها خليتها في الماء باش تشوفوا باللي دروكش راح نديرو، ما غاديش نقلعها من الماء ندخلها للثلاجه، راه كلشي يطرطق لكم. نقلعها من الماء تاعها، بسم الله يا ربي، نخلي لها الوقت الكافي هنا في الثلاجه. غادي نحل شويه الطاقه تاعي، هذا غادي نوخره، سمحوا لي نوخرها عليكم. غادي نخليها كيما هكا واحد الساعه هكا على الهواء، ومن بعد عاد باش ندخلها للثلاجه نخليها حتى في الليل على الاقل، كي دروك تفوت ساعه هنايا برا نخليها ساعه، ومن بعد ندخلها للثلاجه على الاقل 6 سوايع باش تحكم روحها، وباش نقدو نقلبوها وعاد باش نخرجوها من المول تاعها. نتلاقوا في الليل ان شاء الله بعد 6 سوايع، نخليها تبرد مليح مليح. ولكن المرحله تاع دروك تاعي نخليها هنايا على الهواء وحدها كي من هكا راهي مهمه بالبزاف، اذا دخلتوا المول هذا من الطاجين تاع الماء للفريجيدار راهي طرطق لكم. فوالا تبعوا المراحل ان شاء الله، نتلاقوا في الليل. السلام عليكم من جديد، راهي فاتت قربت من سوايع على اللي حضرت فيها الكريم كراميل في النهار، رانا كاع في الليل في الليل، راهي قربت 12 تاع الليل، خليتها تريح مليح، وكنت حطيتها في كاع الفوقه في الثلاجه، راهي بردت لي مليح بعد ما خليتها ساعة حدا النافذة تاعي حدا الطاقة. داكشي راح ديرو مرحلة مهمة، ماشي تمتم نقلبوها، لازم بالسكين تاعنا بالخدمي نخدمو نقلعو هاد الخام كراميل مع الحواف، بصح ما ندخلوش السكين تاعنا على الداخل، لازم يكون الخدمة تاعنا نخدموها هاكا تحتك مع اللمول تاعنا. فوالا انا غادي ندير توغ واحد، نعاود توغ واحد اخر باش نتاكد باللي راني ديكوليتها مليح مليح، باش نتفادى ان شاء الله التكسار تاع الكريم كراميل تاعي. نعاود دوزيام توغ، شوف كيفاش راني نخدم. فوالا نخدم في الحاشية، هذه مرحلة أنا دائما نخاف منها. دوك راح نحط طبسي يكون ينجم يرفد لي كاع القطر تاع الكراميل تاعي، ونقلبها بسم الله يا ربي، نقلبها بسم الله. فوالا الحمد لله يا ربي، ما تكسر لي ما حتى حاجه، راكم تشوفوا ها طلعت لي مليح مليح. المراحل شفتوهم معايا في النهار، الكراميل تاعي ها هو لا راه باقي لي من الفوق، وغادي يزيد يدير لي هذيك التشكيله تاع الكراميل بعد في الصحن تاعي. نزيد نلزها شويه، فوالا غادي نقسم شويه، راني غير انا وحدي اللي بقيت نايضه، غادي ناكلها غير انا غدوة ان شاء الله، نخليها لهم للفطور. نقسم شويه بسم الله يا ربي، نرفدها ما قطعتهاش مليح، فوالا شوف راهي حاكمه روحها ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها، ديسير حاجه بسيطه جدا غير بالسكر والحليب والبيض، درنا ديسير ما شاء الله
هذوك لي كريم كرام اللي يتباعوا راه يتباعوا حاجه البوس غير بالسعر كبير. راكم تشوفوا درت حجم عائلي ان شاء الله خليه للعائله تاعي الغدوه ان شاء الله في الفطور. راكم تشوفوا تبعوا المراحل ما تحرقوش الكراميل باش يجيكم لوغو يجيكم بنين شهيتكم في الجنه. وان شاء الله ديروه للسهرات تاعكم هادو تاع ايام الحجر وتوجدوه لشهر رمضان هكا باش تعرفوا لي زاستيس باش تحكموا يدكم فيه. راه ساهل التحضير غير من ما نحرقوش المراحل. فوالا شهيتكم في الجنه ان شاء الله وربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء ان شاء الله. والله يرحم اللي ماتوا ويشافي المرضى ان شاء الله. وسلام حار وكبير للشعب الجزائري والمغاربي ان شاء الله والعالم باسره. وتحيه خاصه وخالصه نسب ليدا اللي نعزهم وان شاء الله ربي يخفف عليهم ان شاء الله. ليله سعيده احبائي ودمتم في رعايه الله وحفظه. ربي يحط عليكم ان شاء الله الصحه والعافيه هي تاج راسنا. والسلام عليكم.